ما حكم البسملة قبل البدء في فاتحة الكتاب؟ سنة البسملة في بدايات السور الفاتحة أو غيرها سنة، إلا براءة لا تبدأ ببسم الله، وما عداها من السور فالسنة أنها تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وهل يجهر بها في الصلاة الجهرية؟ لا، السنة أنه يسرها ولا يجهر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يجهرون إلا بالحمد لله رب العالمين.